نبتدي بالقائمة. تمام. طبعا يعني اهم حاجه في القائمه الصفقات الجديده اللي دخلت، يعني سواء محمود وحيد او محمد محمود او جيرالدو او عوده رمضان صبحي. طبعا في اعتقادي انه لاسارتي يعني ما عندهوش وقت كتير ان هو لسه يجرب ولسه يتعرف على اللعيبه والكلام ده، لانه الاهلي الظروف اللي هو فيها سواء في بطوله الدوري او حتى رغبته ان هو يكمل بشكل قوي في دوري ابطال افريقيا أكيد. الوقت ضيق جدا بالنسبه للاسارتي المدير الفني الجديد. حظه ان هو بيبدا مباراه قويه مع بيراميدز، والمباراة دي في وجهة نظري يعني فيها ظروف مختلفة سواء للمنافسة، استمرار المنافسة على الدوري، أو حتى الظروف اللي تعرض ليها الأهلي ورغبته أنه هو بسرعة يرجع مرة تانية. الجمهور مترقب بعد فترة الانتقالات أو بدايتها، لأنه لسه في أعتقد صفقات تانية هيعملها النادي الأهلي. ففي وجهة نظري أنه أبرز ما في القائمة بكرة هو دخول الصفقات الجديدة من البداية، وأتوقع إن هي سريعا هيكون لها دور. طبعا البعض سريعا هيكون لها دور، ممكن بالضبط. أنا لسه تشكيل أساسي بالضبط، يمكن البعض ممكن يسأل إنه لسه الراجل المدير الفني جديد ولسه هيشوف، لكن في اعتقادي إن وجود الكابتن محمد يوسف اللي هيرجع لمنصب المدرب العام دلوقتي أكيد هيكون ليه دور، لأنه الفترة اللي فاتت أو على الأقل المباريات اللي هتبدأ هيكون هو مدي تقريره للمدير الفني، لأنه زي ما قلت لك يعني أمير مفيش وقت خلاص، لازم تبدأ تدخل الصفقات الجديده، لازم تبدا تشوف الناس الجديده. فاتوقع انه ممكن يكون ليهم دور من البدايه، الا ممكن رمضان صبحي ينتظر شويه، لانه يعني كان بقاله فتره مش بيشارك في الدوري الانجليزي، فممكن حسب الجاهزيه الفنيه ورؤيه الجهاز الفني، لكن اتوقع انه هيكون ممكن يكون ليه دور كبديل بكره في مباراه الغد امام بيراميدز. مين من الصفقات دي ممكن يبتدي اساسي من وجهه نظرك او توقعك؟ في توقعي ممكن يبدا بمحمد محمود، وممكن كمان يبدا بمحمود وحيد. محمود وحيد حتى بالزبط. لو علي معلول جاهز، حتى لو علي معلول جاهز ممكن يبدا ممكن بكره يستفيد بيه كوينج، سواء علي معلول او محمود وحيد الاثنين عندهم قدرات جيده جدا في مركز الباك ليفت. تمام بالظبط، او الوينج بالتحديد يعني. تمام. طيب اكيد المباراه بكره صعبه جدا، مباراه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، مهم جدا ان هو يفوز بثلاث نقاط عشان يقرب شويه في المنافسه. رؤيتك للمباراه بشكل عام وحجم المنافسه طبعا ما بين الفرقتين والترقب الجماهيري لهذه المباراه؟ طبعا يعني خلينا نقول للساده المشاهدين، طبعا بيراميدز في المركز الثاني 30 نقطه من 15 مباراه، النادي الاهلي من 12 مباراة في المركز السادس عنده 24 نقطة. طبعا يعني مباراة مهمة للفريقين، نادي الأهلي عايز يعني التعادل اللي حصل في المباراة الماضية، عايز يعوض ده بسرعة، عايز ان هو يرجع يستفيق بداية فترة انتقالات. كل جمهور النادي الأهلي بيعول كتير جدا على فترة الانتقالات، انه خلاص في صفقات جديدة وفي امور جديدة هتتم، وان كان طبعا حتى يعني عودة المصابين دي هيكون لها مفعول اكتر كمان مع الصفقات، لكن بتتكلم على اللحظة الحالية على هذا التوقيت، ما يعني ما حدش هيلتمسك العذر من النهاية. الجمهور منتظر ان انت في مباراة الغد تكسب بيراميدز، هتقرب هتكون في المركز الثالث مباشره بعد بيراميدز. بيراميدز لسه هيبقى ليك ماتشين كمان يعني مؤجلين بالظبط، كمان مع الزمالك ومع الاسماعيلي. فبالتالي الناحيه الثانيه كمان بيراميدز منافس قوي، منافس عنده عناصر متكامله طبعًا. عنده جهاز فني، كابتن حسام حسن عنده حماس مع اللعيبه، فبالتالي انا اتوقعها حتى على المستوى الفني مباراه ممتعه. يعني لهواة المتعه الكرويه بالزبط. بكره هنتفرج ان شاء الله على مباراه ممتعه كرويا، فيها عدد من العناصر سواء خارج الملعب او سواء داخل الملعب ممكن نستمتع بيها، لكن هل ممكن يكون في متعه حقيقيه وسط الضغوط اللي احنا بنتكلم عنها، وسط انه كل فريق من الفرقتين عايز يكسب، النادي الاهلي زي ما قلنا بالرغبه بتاعته ان هو عايز يكمل، عايز يواصل مشواره نحو الصداره، بيراميدز الناحيه الثانيه برضو مش عايز يتعثر مره ثانيه وعايز يكمل مطاردته للزمالك بالزبط. فالفريقين عندهم نفس الرغبه، لكن في اعتقادي انه اللي يزيد على الاهلي هو الضغط الجماهيري، يعني الاهلي فريق جماهيري عنده طبعًا. جمهور منتظر منه مترقب، لكن بيراميدز بيفتقد النقطه دي، لكن بس ممكن يكون بيراميدز عنده نوع اخر من انواع الضغط، وهي خاصه بالمصاريف الكتيره اللي اتعملت في الفريق، التدعيمات الكبيره، في صفقات اكيد هتشارك برضو جدد من عنده قدر ان هو يتعاقد معاهم. تمام. جهاز فني كابتن حسام بدري، الناس بتحاول توفر عفوا طبعا كابتن حسام حسن، الناس بتحاول توفر كل الامكانيات عشان الفريق ينافس على اللقب بشكل قوي، ممكن صحيح. دي ايضا تعمل ضغوط على فريق بيراميدز اكيد. هو يعني عنده
عمل 4 صفقات رسميه لغايه دلوقتي، حامد حمدان الفلسطيني وايريك تراوي وعمرو مرعي، وفي مهاجم من الاكوادور بالظبط، مهاجم قوي قوي. بالظبط، يمكن عمرو مرعي هيكون خارج القايمه بكره، لكن التجنيد. بسبب التجنيد بالفعل. لكن الصفقات الجديده يعني ما اقدرش احكم عليها غير لما نشوفها كمان، لانه يعني لاعبين اجانب ما كانوش في الدوري المصري، عكس يمكن الاهلي احنا يعني محمود وحيد او محمد محمود او رمضان صبحي دول عارفينهم. لكن ايريك تراوري طبعا شايفه صفقه مهمه جدا، صفقه قويه يعني في الحقيقه. كان يعني مثلث الرعب كان في المقصه مع باولين فوافي ومع جونان توي. بالزبط. فبالتالي الصفقات الجديده اكيد هيكون ليها دور بكره في بيراميدز. عنده ضغوط طبعا زي ما قلت يا امير، جهاز فني يعني حماسي باكبر ما يمكن، وده ممكن يكون يعني بيعمل ضغط على اللعيبه ان هو لازم يكسب، عايز يكسب. كمان المصاريف اللي مصروفه على الفرقه زي ما قلت لك من ضمن يعني فريق متكامل، ما عندوش اي امور ناقصه من حراسه المرمى لخط الهجوم، عنده اغلى لعيب في الدوري المصري كينو. فبالتالي انت بتتكلم على عناصر متكامله، كل ده ممكن يعوض الى حد ما، لكن مش بشكل كامل موضوع الجماهير ما بين النادي الاهلي وما بين بيراميدز. بمناسبه كينو وبيراميدز، سريعا نتكلم على بيراميدز كده وخصوص كينو بالتحديد، هل شايف ان كينو مستواه ابتدى يتراجع في ظل تواجد كابتن حسام حسن؟ يعني ما شفناش التألق اللي كان بيتألقه كينو مع الأجهزة الفنية السابقة لفريق بيراميدز، ده ممكن يكون سبب وطريقة اللعب الخاصة بكابتن حسام حسن من وجهة نظرك ومن خلال متابعتك؟ لا دي حقيقة، هي يمكن معلومة كمان مش وجهة نظر، إنه كينو ما قبل حسام حسن كان هو بالزبط النجم الوحيد للفريق، كله بيلعب لكينو، يعني عارف زي منتخب مصر باسل صلاح هو كله بيلعب لكينو، وهو للأمانة مهاري يعني جداً. الناس بتحب إن الكرة تروح له، لكن وجهه النظر الفنيه للكابتن حسام حسن ان انا ما اقدرش ابني الفريق كله على لاعب، يعني بالزبط. اللاعب ده لو اصيب او لو حصل اي مشكله، او حتى لو مشي اعير او او تم او اتمسك حتى كويس بالظبط، او حد لعب عليه فنيا فانت كده الفريق هيتشل. لا، كابتن حسام حسن طريقته الفنيه انه الفريق جماعي، فده يمكن شويه في تاثير فني او في تاثير في الناحيه النفسيه مع كينو. في واجبات دفاعيه لكينو، كينو مش بينفذها، مش بيرجع يعمل واجب الدفاعي، عايز يكون في الهجوم فقط، فبالتالي دي في امور الى حد ما بين الجهاز الفني وما بين كينو في هذه النقطه، لكن ده يمكن اللي خلى كينو شويه تاثر نفسيا، لكن في النهايه الجهاز الفني من مصلحته ان الفريق طالما بيكسب محدش هيتكلم في اي حاجه اذا كان كينو بيسجل او لا. طيب من وجهه نظرك، هل شايف النادي الاهلي تخطى المرحله الصعبه بتاعه شهر 12؟ كان في طبعا ضغوط كبيره جدا في المباريات، كل 3 4 ايام ماتش بالنسبه للنادي الاهلي، مباريات مؤجله كتير، حجم او عدد كبير جدا من الاصابات في صفوف الفريق. هل المرحله دي انتهت خلاص بدايه من شهر يناير بتدعيمات جديده بعوده بعض المصابين من وجهه نظرك، ولا لسه مرحله شويه صعبه على النادي الاهلي في الفتره دي؟ لا، انا في اعتقادي ان لسه الفتره الصعبه موجوده، الضغوط هتفضل مستمره على الاقل يعني لغايه لما تكسب مباراتين 3 في الدوري، تبدا تستعيد عافيتك مره تانية في دوري ابطال افريقيا لما يبدا الدور المجموعات، عنده الاهلي فيتا كلاب يوم 12. فبالتالي لا، الاهلي لسه الفريق تحديدا ممكن الاداره تكون بتدعم بصفقات بالزبط. او بالمطالب الفنيه اللي عايزها الجهاز الفني، لكن في النهايه الفريق هيفضل تحت ضغط لغايه لما يبدا يستعيد قوته من جديد في مباريات الدوري، وعنده التحدي الاول في وجهه نظري مباراه بيراميدز بكره أكيد. مهمه للغايه، في اعتقادي انه المكسب الاهلي بكره هيساعد كتير انه الفريق يكمل، غير كده هتبقى الامور دخلت في منعطف تاني. اتوقع انه اللاعبين بكره تحديدا يعني في حسابات كتير لمباراه بكره بالنسبه للاعبي الاهلي. مستر لاسارتي، اول مباراه ليه، مباراه صعبه جدا امام بيراميدز، شايف هذه المباراه في ظل اول لقاء لهذا الرجل مع النادي الاهلي ازاي؟ وهل انت مع ان الراجل يكون متحفظ شويه بما انه لسه جديد على راس الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي، وخصوصا انه هيلاعب فريق قوي جدا زي بيراميدز؟ يعني نقول كابتن حسام حسن بقى له ايه 5 اسابيع مثلا مع فريق بيراميدز، فبالتالي في استقرار نوعا ما في الجهاز الفني، ممكن يكون الاستراتيجيه الخاصه بمستر لاسارتي بكره ايه من وجهه نظرك؟ لا، وحسام حسن كمان يعني في الدوري المصري موجود يعني من سنين وسنين مع المصري، فعارف الصوره بشكل بالزبط. عام، عارف النادي الاهلي، عارف امكانيات لاعبيه، الكلام ده كله، لكن مستر لاسارتي اعتقد هيكون اعتماده اكتر في مباراة الغد تحديدا على الرؤية اللي شافها في المباريات اللي كان بيتفرج عليها من المدرجات، على الفيديوهات اللي شافها للفريق خلال الفترة الماضية، على وجهة نظر الكابتن محمد يوسف باعتباره كان مسؤول عن الفريق في الفترة الماضية، فاعتقد انه قد يكون متحفظ، لكن هو عارف تماما ان هو بكرة
يعني الاختيار الاول والثاني والعاشر بالنسبه له الواحد يكسب بالظبط، فبالتالي هو عارف ان بكره ما فيش اي اختيارات ثانيه. اذا مع اعتماده على العناصر اللي قلناها، رؤيته ومشاهداته ومتابعاته والتقارير المقدمه ليه، يعني هيكون متحفظ الى حد ما، لكن بالنسبه له الاهم ان هو يندفع لتحقيق الفوز، لكن ليس على حساب طبعا الناحيه الدفاعيه. هو في الحقيقه كلامه كمان مع اللاعبين قبل هذه المباراه خلال النهارده او امبارح او التدريبات الاخيره، وكان مركز بشكل كبير جدا على اهميه الفوز في هذه المباراه بالتحديد. طبعا اي مباراه بالنسبه للنادي الاهلي ما فيش بديل عن الفوز، لكن الراجل ركز وده شيء مهم ومبشر جدا ان هو ما فيش بديل عن الفوز في مباراه بيراميدز بالتحديد. لازم ان شاء الله الاهلي يكسب. صحيح. وده اللي اكيد بنتمناه عشان النادي الاهلي ياخد خطوه كويسة في المنافسة على بطولة الدوري. طيب خلينا نتكلم عن بعض او على بعض العناصر اللي ممكن تلفت النظر بكره بالنسبه للنادي الاهلي، ممكن تتالق خلال مباراه زي دي من وجهه نظر. طبعا يعني كل الانظار بكره هتكون معلقه على العناصر الجديده. كله منتظر العناصر الجديده هتؤدي ازاي، شكلها هيكون ازاي. اعتقد كمان انه ناصر ماهر من العناصر المهمه طبعاً في الفريق، واللي بدا يظهر وبدا ياخد دور في الفتره الماضيه الى حد ما. مروان بدا ان هو كمان لما بيسجل خلاص بدا نفسيا الثقه تبقى موجوده، الجمهور يبقى عنده ثقه في مروان من جديد. كمان ازارو من العناصر المهمه اللي الناس كلها منتظره تشوف ازارو، عنده يعني بيغيب عنه التوفيق في المباريات الاخيره، ويعني في سوء حظ غريب مع ازارو، لكن اعتقد ان هو من العناصر اللي ممكن بكره يبقى لاعب مهم جدا طبعا. عنده السرعه، عنده حتى الفرق بتعمل له حساب، بيروح معاه اكتر من لاعب. مين اقرب ممكن يفضي مساحه؟ فطبعا الاقرب بكره مروان ولا ازارو يبتدي؟ لا اعتقد ان ازارو هو الاكثر أزار جاهزيه، او يعني ممكن يكون مفضل بالنسبه للجهاز الفني، لانه عنده اكتر من ميزه. يعني عنده سرعه، عنده مهاره، عنده ممكن يفضي مساحه للقادمين من الخلف. اعتقد انه يعني أزاره إلى حد ما ممكن مروان يكون بديل، أو إلا لو فاجئنا ودفع بجيرالدو في أول ظهور لي يعني. طيب بالنسبة لجيرالدو أول ظهور لي، وممكن وارد أن الرجل يبتدي في المباراة بشكل أساسي، هل شايف أن مهم النادي الأهلي يحاول، أو الجهاز الفني طبعا بقيادة مستر لاسارتي، أن هو يحاول يشرك أكبر كم ممكن من الصفقات الجديدة بتحديد الأربع صفقات مع بداية المباراة، وخصوصا أن احنا الأمور دي ممكن بنشوفها في أوروبا، يعني بنسبة ما ممكن لاعب أو اثنين لسه جايين بيشاركوا على طول في المباريات. ممكن نلاقي الموقف ده موجود بكرة خلال مباراة بيراميدز، وخصوصا كمان ان احنا زمان كان لازم اللعيب ياخد فتره كبيره عشان ينسجم، ممكن تصل لسنه في بعض الاجهزه الفنيه، لكن انت رايك ايه؟ لا انا رايي زي ما قلت لك ان هو مضغوط بمطالبه تحقيق نتائج، فبالتالي لا استبعد ان هو ممكن يدفع بثلاثه مثلا. وارد. ممكن نلاقي جيرالدو بيبدا، وممكن يبدا مع ازارو وتبقى دي مفاجاه وطريقه لعب هو بيبدا بيها جديد. ممكن محمد محمود، ممكن يعني محمود وحيد، فممكن يدفع بالصفقات دي مره واحده، لكن زي ما قلنا بحذر، لانه في النهايه زي ما هو عايز يكسب، يعني اي نتيجه غير المكسب هتبقى محسوبه بالنسبه له، وهتبقى يعني الى حد ما هيبدا ان هو عايز يبدا من جديد. فبالتالي مباراه الغد نقطه تحول في مسيره الفريق في الدوري في وجهه نظري، ومطلوب الاهلي اذا كان عايز يكمل على المنافسه على الدوري ان هو بكره لازم يكسب. ففي وجهه نظري مباراه صعبه وممتعه، كلنا منتظرينها بالظبط. طبعا كل جمهور الكره العربيه كمان بشكل عام كله عايز يتابع هذه المباراه. طيب ان شاء الله نتمنى المباراه تخرج بالشكل اللائق والشكل المطلوب. بمناسبه الصفقات، هل النادي الاهلي بصدد الاعلان عن بعض الصفقات من خلال معلوماتك؟ كنت اكيد عندك مصادرك، ممكن تقول لنا من خلال رؤيتك ممكن النادي الاهلي يعني عن صفقات اخرى مين بخلاف حسين الشحات خلال الوقت القريب ان شاء الله؟ موضوع حسين الشحات بالمناسبه كمان عايزين يعني نوضح الرؤيه، لانه الكلام كتير في خلال الساعات الماضيه، والامور يعني اجتهادات كتير وكلام من هنا وكلام من هنا. خلينا نؤكد انه في مفاوضات رسميه ما بين طبعًا اداره النادي الاهلي واداره طبعًا نادي العين الاماراتي. حسين الشحات عنده رغبه في اللعب للنادي الاهلي، ده كلام اكيد. لكن عايزين ناكد انه في اتفاق اكيد ما بين الادارتين انه لا يتم اعلان اي شيء الا بعد الانتهاء بشكل رسمي من التفاوض في هذا الموضوع، وده الطبيعي. الاهلي بعت عرض للعين الاماراتي، والنادي رد على النادي الاهلي. المفاوضات ما زالت مستمره ما بين الطرفين. حسين الشحات قدم تنازلات علشان يلعب للنادي الاهلي ويوقع للنادي الاهلي، لكن ما أثير حول المبلغ المالي الكلام ده غير صحيح تماما. الناس قالت لك 150 مليون جنيه او 5 مليون دولار، هذا الكلام غير صحيح تماما، الرقم ده غير حقيقي.
الاهلي بيتبع نفس النهج اللي عمله في موضوع المدير الفني لاسارتي، وليس كل ما يعرف يقال يعني. بالظبط بالظبط. يعني خلينا اقول لك انه يعني موضوع لاسارتي كل، او خلينا نقول اغلب وسائل الاعلام اتكلمت في اسماء وفي مدربين، وده جاي بكره ده جاي بعد بكره، لكن في النهايه فوجئنا باسم مختلف تماما. اعتقد الاهلي مصمم ومتمسك انه المفاوضات تكون سريه للغايه بدون الاعلان عن اي ارقام او عن اي حاجه غير لما يتم التوقيع بشكل رسمي. في توقعي من اللي بيحصل انه الصفقه في طريقها للاتمام خلال ساعات، ممكن خلال ساعات نسمع عن الاعلان الرسمي من سواء من النادي الاهلي او من الاعلان الاماراتي ان شاء الله. يعني شوف دايما احنا في مصر بنربط ما بين المفاوضات ونقول ان اللاعب وقع واللاعب كذا، الموضوع مختلف تماما لانه بالزبط. في احترافيه بتتم. نادي العين الاماراتي نادي بيعمل باحترافيه، حسين الشحات مستحيل يعمل حاجه من غير موافقه ناديه، والاهلي مش هيحصل على توقيع اللاعب غير بموافقه ناديه. فبالتالي خلينا ننتظر خلال الساعات القادمه لعل الاهلي يعلن رسميا عن الصفقه. بالظبط، واكيد الاعلان الرسمي هيكون من الطرفين اكيد بعد توصل الاتفاق وصيغه نهائيه للعقد الخاص بحسين الشحات مع النادي الاهلي. ان شاء الله الصفقه تتم قريبا، اعتقد صعب ان هي تخلص النهارده، وارد بس صعب النهارده، لكن خلال اليومين الجايين ان شاء الله الصفقه ممكن تخلص بشكل رسمي. انت تعرف مهندس عادل كافي فين ولا ما تعرفش؟ الناس كتير بتسأل. المهندس عادل القيعي غالبا في مصر. في مصر هو هيحضر يا جماعه الحلقه النهارده ولا ايه؟ حد يقول لنا هيبقى موجود ولا نخليها سسبنس حلقه ملك وكتاب النهارده. طيب يعني هو الراجل بصراحه بيقوم بشغله بشكل جيد جدا مهندس عادل القيعي، واحنا شفنا على مدار سنوات كتيره مع النادي الاهلي كان بيأدي شغله بشكل جيد. هل اخر صفقات النادي الاهلي ممكن تبقى حسين شحات ولا في تدعيمات اخرى؟ احتمال كبير يكون في صفقه في مركز الدفاع، قلب الدفاع تحديدا. الاهلي محتاج في الحته، الاهلي محتاج لانه عنده اصابات كتير. سعد سمير مصاب، محمد نجيب مصاب. خلينا نكون صراحة، كوليبالي مشواره مع الاهلي مش هيطول. لا خلاص هو موضوع وقت اعتقد. اذا يعني. فالاهلي في حاجه ملحه وسريعه للتعاقد مع مدافع، واعتقد ده هيكون من ضمن الصفقات اللي هتتم خلال فتره الانتقالات الشتويه في يناير الحالي. وارد ان هو يكون مدافع مصري محترف في الخارج ولا هيكون من الدوري المصري؟ ما هو صعب يبقى اجنبي خلاص. ما اعتقدش يعني لو في تلميح على مثلا احمد حجازي او كده اعتقد الموضوع صعب دلوقتي. انا في رايي انه حجازي ماشي كويس بره وممكن ان هو يكمل، بس هو الناس بتتكلم على ان حجازي اخر ماتشين مع ويست بروميتش خرج من القايمه نهائيا، مفيش اصابه ولا في اي حاجه. يعني حجازي من ساعه ما راح انجلترا كان بيلعب بشكل اساسي ما بيخرجش، لكن اخر ماتشين بس. لا دي برده ممكن ما تبقاش مكانه. يعني بالظبط، لكن مش زي حاله رمضان صبحي انه رمضان كان بيخرج لفترات كتير، والناس بتبص على رمضان انه يعني الاهلي محتاج رمضان ورمضان محتاج الاهلي في الوقت ده. فلكن انا في وجهه نظر احمد حجازي صعب ان هو يرجع مصر في الوقت الحالي. ممكن يكون مدافع مصري، لكن هل يوصل الاهلي الاتفاق سريع؟ خاصه يعني في معلوماتي انه الاهلي لن يبخل ماليا على اي صفقه ممكن تحصل واضح في الوقت الحالي. بالظبط. فخلينا ننتظر ونشوف مين هو المدافع اللي هيعلن عن النادي ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق في الدعم بالنسبه للنادي الاهلي في المرحله الهامه المقبله لمختلف البطولات اللي بيشارك فيها الفريق. عشان نقفل ملف مباراه الاهلي وبيراميدز، توقعاتك للمباراه بكره ايه؟ مباراة صعبة للغاية، يعني مش قادر أتوقع النتيجة صراحة، لكن مباراة صعبة للغاية. الفريقين عندهم حافز المعطيات ودافع. ممكن تكون أقرب لفريق بيراميدز خصوصا أنه هو مستقر أكتر؟ لا ما أقدرش أقول ده، خاصة أنه يعني بيراميدز في المباراة الأخيرة اتعادل وبيفاجئنا يعني أي نعم في استقرار فني. الكابتن حسام حسن عامل مباريات مميزة مع الفريق وعامل شكل جماعي للفريق، لكن أنت بتتكلم على مباراة مع النادي الأهلي، يعني مباراة بحجم بحمل اللقب بتكون صعبة على أي فريق سواء بيراميدز أو غير بيراميدز. لكن المعطيات بتقول إن احنا هنشوف مباراة صعبة للغاية، صعب جدا ان انا اتوقع مين اللي ممكن يكسب في نتيجه بكره. الفريقين عندهم نفس الدوافع، ولا استبعد ان المباراه ممكن تخرج في النهايه بالتعادل، لكن انا بقول لك انه الفريقين عندهم نفس الدوافع للفوز. الاهلي عايز يكمل مطارده للصداره، وبيراميدز نفس الامر. بالظبط. فمش قادر اقول لك مين اللي ممكن يكون. هي مباراه صعب ان انت تتكهن فيها بالنتيجه. بالزبط. وده اكيد شيء طبيعي. فرقتين كبار طبعا، فرقه بيراميدز عندهم قائمه كبيره جدا من اللاعبين الجيدين، وكمان النادي الاهلي بشكل طبيعي كمان. بالمره قبل ما نقفل انه بكره في طاقم تحكيم اجنبي هيدير المباراه، طاقم تحكيم صربي واتحاد جورجيتش. بالظبط. اتحاد الكره كمان طلع بيان تاني بعد اعلان طاقم الحكام، لانه كان في كلام كتير على الحكم وانه في الدوري السعودي والكلام ده. اتحاد الكره اكد ان المباراه بكره مراقبه
من جانب الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي. مراقبه بالظبط، ده في بيان رسمي طلع منذ لحظات انه المباراه مراقبه من الاتحادين الدولي والاوروبي لطاقم المباراه ده تحديدا، لانه ده يعني المراقبه دي بتتم على فترات. طيب الحكام، خلينا نقرا البيان بالنسبه للمشاهدين دلوقتي. لجنه الحكام قالت المباراه بيراميدز والاهلي مراقبه دوليا. أكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم رئيس الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة حتى الآن وعضو مجلس الإدارة أن الطاقم الصربي الذي سيدير مباراة بيراميدز مع الأهلي غدا يعد من أكفأ الحكام على مستوى أوروبا، حيث شارك رباعي الطاقم في إدارة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ما بين طبعا ليفربول وريال مدريد العام الماضي. أضافت كمان لجنة الحكام في بيان لها أنها لم تتردد في إسناد المهمة لهذا الطاقم، حيث كان الاتحاد الصربي من بين الاتحادات الأوروبية الثمانية اللي خطيبهم الاتحاد المصري في هذا الشأن، واعتذر العديد منها طبعا نظرا لتزامن هذه الفترة مع الأعياد. كما أشارت اللجنة إلى أن مستوى الطاقم التحكيمي الصربي سيجعل مباراة الغد محل متابعة من الاتحادين الأوروبي والدولي، طبعا زي ما قال طبعا أستاذ حسام زايد، في إطار المتابعة الدقيقة التي يقوم بها الاتحادان للحكام الدوليين لدى إدارتهم للمباريات. واختتمت اللجنة ببيانها بالتأكيد على مبدأ الحيادية الذي تنهجه في التعامل مع جميع الأندية المصرية. شايف إن في حيادية بالنسبة للجنة الحكام في التعامل مع جميع الأندية زي ما هم بيختموا البيان كده؟ شوف هقول لك، ما فيش تربص، يعني خلينا أكون صريح، يعني أنا يعني متابع جيد لملف التحكيم تحديدا، ما فيش اي تربص عند لجنة الحكام باي فريق، ما فيش اي نية عند اي حكم ان هو يخطئ، اكيد في اخطاء متفقين على ده. المشكلة انه الاخطاء زادت تمام، يعني ده مستوى والاخطاء بقت مؤثرة. طالما ما فيش تربص يبقى هو ده مستوى الحقيقي للحكام. هو ده المستوى الحقيقي. طب والحل ايه؟ ما هو انت شايف المستوى ده بدليل ان احنا بدانا نستعين بحكام اجانب، وبدليل ان اتحاد الكره السنه دي تحديدا فتح الباب على مصراعيه امام اي فريق عايز يطلب حكام اجانب. ده اعتراف من لجنه حكام اتحاد الكره ان الحكام مش المستوى المطلوب الفتره دي. الحكام حاليا هزه نفسيه كبيرة. هزه ضغوط من بعض الانديه بتحاول تاثر بقدر الامكان، كل ده معروف يعني وكل ده مشاهد، لكن في النهاية لجنة الحكام الحل السريع كان بالنسبة لها في الفترة الحالية هي ان هي تفتح للحكام الأجانب على أساس انه يكون في فرصة بعد كده ان انت تجهز الحكام نفسيا، ترفع عنهم الضغوط لفترة معينة. ففي النهاية هو ده المستوى فعلا، لكن انا استبعد تماما انه يكون في اي نية او تربص بفريق معين او انه الحكم بيتعمد ان هو يخطئ. لا، اكيد في اخطاء، ومشكلتها ان هي اصبحت اخطاء مؤثرة. بالظبط، هي دي المشكله، هي اخطاء وارده طبيعي. أي بالظبط، لكن هي المشكله الكبيره ان الاخطاء دي اصبحت مؤثره في نتائج بعض المباريات، وبالتالي اصبح على اتحاد الكره ان هو يشوف حل سريع للموضوع ده، لانها اصبحت مكرره، اخطاء مكرره. بالظبط بالظبط، فنتمنى انه الامور يعني بسرعه يعني يتم انقاذها، ويتم عمل دورات تدريبيه بشكل مكثف للحكام، ويتم استخدام خبراء اجانب لعمل دورات تدريبيه للحكام. هتضيف الدورات دي هتضيف ولا هي امكانيات؟ لا هتضيف طبعا. لا ازاي يعني؟ اكيد الدورات دي بتضيف، المعسكرات الخارجيه كمان للحكام، يا ريت نعمل ده ويكون في دورات خارجيه للحكام في دول سواء في اوروبا او حتى دول عربيه، يا ريت يكون في تبادل خبرات في هذا المجال تحديدا، لانه كل يوم في جديد، كل يوم في جديد في في في, في عالم التحكيم. وخلينا نشوف الموسم الجاي لعل وعسى نشوف تطبيق الفار، وان كان حتى لو طبق الفار هيكون في مشاكل، هيكون في اخطاء برضه وارد، أكيد. لكن هيقلل شويه من الاخطاء بصراحه، أكيد. خصوصا في اخطاء بتبقى فادحه في المباريات، اخطاء ضربات الجزاء واخطاء الهدف والكره تخطت حتى لو في حكم خامس. لا، الحكم الخامس في اعتقادي زاد المشكله، بالظبط ما حلش المشكله. ويا ريت لو ينفع ان اتحاد الكوره مع بدايه الدور الثاني ينتهز الفرصه دي ويستبعد فكره الحكم الخامس او يستبعد تطبيق الحكم الخامس. هو على فكره مش يعني هو قانونيا عادي ان انت ممكن مباراه تلعب باربع حكام ومباراه تلعب بخمسه، ده قانوني عادي. لكن هل شايف ان المفروض الافضل ان انت قبل انطلاق اي مسابقه تحدد ان المسابقه دي كلها هتكون من خلال اربع حكام او من خلال خمس حكام؟ طبعا. ولا الافضل ان انت كل مباراه وظروفها؟ لا 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 طبعا، انا يعني ما ينفعش ان انت مباراه تعملها بخمسه، مباراه تعملها باربعه، مباراه تستخدم فيها الفار، مباراه ما تستخدمش فيها الفار. فاعتقد انه ده كان غريب. حتى في نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي والترجي كان المفروض كمان الاتحاد الافريقي انت بدات بطوله بلوائح تكملها يعني. بالظبط. فاذا الامور لازم لما تبدا زي لوائح المسابقات بالظبط او شؤون اللاعبين، التحكيم كمان هكذا. لكن الحكم الخامس في وجهه نظري
يعني خلى الحكم الرئيسي عنده ثقته اهتزت في نفسه وفي قراراته، واصبح يتردد كثيرا في اتخاذ القرار، يعني نفسه بتبادر باتخاذ قرار معين في ركلات الجزاء او في احتساب كره هدف او لا، وبيتراجع بسبب الحكم الخامس وبسبب اللي بيحصل في السماعات، الله اعلم ايه اللي بيتقال او ايه اللي بيحصل، واكتر من مره شفنا الكلام ده. طيب نتكلم عن مشوار الاهلي الافريقي. شايف او تقييمك لمجموعه النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، هل هي مجموعه متوازنه، مجموعه صعبه، مجموعه سهله بالنسبه للنادي الاهلي من رؤيتك؟ طبعا النادي الاهلي معاه فيتا كلوب ومعاه شبيبه الثوره ومعاه سيمبا التنزاني كمان. تمام، يعني المعروف في المجموعه سيمبا التنزاني وفيتا كلوب، دول اللي هم المعروفين كاسما. لكن الشبيبه يعني الجزائري، انت بتتكلم دايما المواجهات العربيه والعربية شمال افريقيا بيكون فيها حساسيه وبيكون فيها صعبه وبيكون فيها حسابات تانية غير الملعب وغير الامور الفنيه. فبالتالي المباراه لا تقل اهميه عن المباراتين الاخرين. وان كنت ارى انه البدايه امام فيتا كلوب في القاهره بدايه مهمه جدا للنادي الاهلي، لانه فريق مرشح دائما وفريق دائما بيقدم مباريات قويه، وفريق وصل لنهائي الكونفدراليه كمان امام الرجاء وخسر بالظبط. فاذا فيتا كلوب هو فريق اصبح مصنف حاليا في القاره وبيتعمل له حساب، وتبدا في مباراتك في مصر لانه مش في القاهره في استاد برج العرب. اذا مهم ومطلوب، وانا بقول انه الحضور الجماهيري لازم في المباريات الافريقيه يكون كبير وحضور مكثف والجماهير تلتزم، لانه الموضوع ما بين الطرفين، الامن صاحب القرار والجمهور اللي بيلتزم. لما بتلتزم هيكون في امور اخرى، الجمهور يعني عشان يبقى حريص على مصلحه فريقه لازم ان هو يلتزم، الفريق محتاجه بشكل كبير، خصوصا الجمهور بحجم جمهور النادي الاهلي لتواجده في مباريات الفريق اكيد بيدي قوه اضافيه لفريق النادي الاهلي في الملعب. طبعا وشفنا ده كتير، يعني في اكتر من مباراه لما الجمهور بيغيب يعني الروح ما بتكونش موجوده ب 100% يعني. لكن الحضور الجماهيري دايما بيديك طاقه اكتر، بتطلع اكتر من 100% كمان في الملعب. فاتمنى انه مع بدايه مشوار الاهلي في دور المجموعات انطلاقه مهمه جدا، انطلاقه مهمه للغايه، يكاد يكون هو المنافس المباشر للاهلي في المجموعه. اذا لازم حضور جماهيري مكثف، ولازم التزام جماهيري، ولازم الاهلي يكسب وفي اول مباراه ليه في دور المجموعات في الاسكندريه في برج العرب. ان شاء الله يا رب التوفيق للنادي الاهلي في مختلف المباريات والبطولات اللي هيشارك فيها ان شاء الله. نروح لملف اخر، واستضافه مصر لبطوله الامم الافريقيه. حتى الان مصر لسه مرشحه هي وجنوب افريقيا ان هم ينظموا هذه البطوله ان شاء الله في شهر 6 القادم. شايف فرص مصر ازاي في تنظيم هذا الحدث؟ انا في وجهه نظري فرص مصر اكبر من جنوب افريقيا بمراحل، اكبر طبعا. في اعتقادي انه لو اتحاد الكره المصري ما كانش متاكد انه مصر هي اللي هتنظم ما كانش هيتقدم بالطبع. خالص اطلاقا، خاصه انه في نفس اليوم اللي قدمنا فيه كان موجود المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد الدولي، ومعاه احمد رئيس الاتحاد الافريقي في شرم الشيخ. كان نهائي بطوله الكره الشاطئيه الافريقيه اللي كانت بتستضيفها مصر في شرم الشيخ. اذا الامور مرتبه، والامور اعتقد اكيد هيكون فيها كلام. خلينا نكون صراحه ونكون واقعيين، مصر ما كانتش هتقدم لو هي مش ضامنه بنسبه كبيره ان البطوله هتكون في مصر. مصر هي مؤسس الاتحاد الافريقي، مصر دايما داعم للاتحاد الافريقي في كل المحافل، وبطوله زي كده مهم ان هي تتعمل في التوقيت ده في مدى اهميه تواجد هذه البطوله في هذا التوقيت بالنسبه لمصر. على يعني على كل المستويات، في اعتقادي مستوى رياضي، مستوى انه الجمهور تكون مناسبه ان الجمهور يرجع خلاص ويكون في يعني انفراجه في موضوع الجماهير. وانا معلوماتي انه المفروض الفتره القادمه اتحاد الكره بيحاول مع وزاره الداخليه انه الجمهور يرجع بكامل طاقته في مباراة الدوري، بس انتظارا لقرار الاتحاد الافريقي، بحيث انه ده يكون بروفا كامله وحقيقيه لموضوع دخول الجماهير في كاس الامم الافريقيه. يعني لو قرر الاتحاد الافريقي ان مصر خلاص هي اللي هتنظم البطوله هيبقى في خطوه كبيره جدا بشكل كبير. هنسمع عن قرار عوده الجماهير في كل المباريات المحليه بشكل كامل. اتمنى ان الجمهور ينتهز هذه الفرصه، وتكون فرصه مهمه انه الجمهور يلتزم، وان الجمهور فعلا خلاص يرجع بكامل طاقته في مباريات الدوري ومباريات كاس مصر والمباريات الافريقيه كمان للانديه. دي نقطه. نقطة أيضا اقتصادية،
دايما لما بيكون في مباريات زي كده او بطوله كبيره بحجم كاس الامم كل الامور يعني حتى بائع الاعلام بالظبط حتى وسائل الاعلام حتى التذاكر حتى اي مهنه مرتبطه بكره القدم بتنتعش في هذه الفتره. كمان على الناحيه السياسيه واحنا دايما في مصر يعني لسنا بمعزل عن الدوله بالظبط. انت بتتكلم في العام اللي فيه مصر اسوان هتكون عاصمه الشباب الافريقي بالظبط. مصر ليها بعد افريقي، مصر عندها توجه افريقي دلوقتي، التواصل مع الدول الافريقيه ده شيء مهم جدا بالظبط. اذا فرصة مواتية في كل الاتجاهات ان مصر تنظم البطولة دي، وده هيكون يعني موضوع مهم للغاية. وبالمناسبة استاد القاهرة ان شاء الله في شهر مارس هيكون جاهز تماما. مارس ولا فبراير؟ مارس ان شاء الله. انا النهاردة كنت على تواصل مع اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة. الشركة اللي بتتولى الأعمال هي شركة فرنسية. الشركة دي هي اللي عملت أكتر من ملعب في إنجلترا، عملت 5 ملاعب في روسيا في بطولة كأس العالم الأخير. الراجل بيتكلم ان احنا هنشوف ملعب على الطراز الاوروبي من حيث النجيله من حيث النجيله تحديدا ومن حيث المدرجات ومن حيث المضمار اللي حوالين الملعب ومن حيث البوابات كمان اصبحت جاهزه لو احنا عايزين نطبق مش الدخول الالكتروني بس بصمه الوجه كويس. ان انت تدخل ببصمه الوجه ان انت تدخل الملعب بتتسجل ان انت دخلت والبيانات وكل حاجه. ف مهم جدا العوده للعبه على استاد القاهره بصراحه. المباريات فيه بتبقى ليها طعم تاني كده، جمهور الكره المصريه بشكل عام سواء جمهور الاهلي او الزمالك او حتى المنتخب الوطني لما بيلعب. لو حصل ومصر كان ليها النصيب ان هي تنظم كاس الامم ان شاء الله باذن الله، انا بقول لك مباريات منتخب مصر والافتتاح والختام هيكون على استاد القاهره ان شاء الله باذن الله. تمام. اتمنى انه يكون في مباراه كبيره منتخبنا الوطني ومنتخب عالمي في افتتاح كاس في افتتاح استاد القاهره، لانه فعلا استاد القاهره هو الواجهة الرياضية لمصر أمام أفريقيا وأمام الشرق الأوسط كله. طيب نختم بمحمد صلاح ومباراته المهمة جدا النهاردة أمام فريق مانشستر سيتي. مباراة مصيرية بالنسبة للفريقين. ليفربول بيحاول إن هو يفوز في المباراة دي عشان يوسع الفارق مع مانشستر سيتي ومع توتنهام كمان، ويقرب خطوة جيدة نحو الفوز ببطولة الدوري. في المقابل فريق مانشستر سيتي عايز أيضا يقلل الفارق مع فريق ليفربول. شايف المباراة دي إزاي؟ وبعد كده نتكلم على محمد صلاح بالتفصيل. تمام. طبعا يعني انا بتمنى زي اي مصري انه محمد صلاح يحصد لقب بالدوري الانجليزي. دي هتبقى حاجه تاريخيه لمصر ولينا كلنا وحاجه نفخر بيها. طبعا مباراه قويه للغايه، مباراه مهمه، كلنا طبعا النهارده الساعه 10 هنلتف نشوف المباراه. لكن انا شايف كمان ان هي هتكون مباراه خارج الملعب كمان ما بين يورجن كلوب وجوارديولا. طبعا جوارديولا طبعا خاصه ان جوارديولا في الفتره الاخيره يعني بيتعرض لهزات مع مانشستر سيتي، ويورجن كلوب بيتفوق نسبيا على جوارديولا في المباريات بشكل عام. صحيح صحيح. فانا اتوقع ان هي هتكون مواجهه خاصه كمان ما بين الاثنين المدربين. من كل واحد فيهم عمل مدرسه مختلفه ومدرسه ليها نهج خاص في التدريب، فاتوقعها مباراه قويه ما بين الفريقين. واتمنى التوفيق يكون فيها لمحمد صلاح علشان ينفرد بصداره الدوري، واتمنى انه صلاح يسجل علشان يرجع يستعيد صداره التهديف الهدافين ان شاء الله. طبعا هو بينافس مع هاري كين طبعا نجم توتنهام عنده 14 هدف دلوقتي، وبيير امريك اوباميانج الجابوني طبعا لاعب ارسنال عنده 14 ايضا، صلاح عنده 13. ان شاء الله يهدف النهارده عشان يتساوى على الاقل معاهم، او نتمنى ان هو يحرز اكثر من هدف، وخصوصا ان هو احرز اهداف قبل كده في مانشستر سيتي. محمد صلاح بالتحديد شايف ان هو دلوقتي في قمه مستواه، خصوصا بعد بدايه الموسم؟ البعض كان بيقول ان صلاح صعب ان هو يكرر الموسم اللي فات. صلاح طبعا في قمه مستواه حاليا، بيعيش في حاله نفسيه وفي حاله معنويه وفنيه عاليه. لما بدا يرجع مره ثانيه كمان لصداره التهديف، وان هو يعني خلاص في مطارده دلوقتي زي ما كنا شايفين الموسم الماضي. كان في ضغوط على صلاح قبل بدايه الموسم، هل ده كان موسم استثنائي ولا صلاح هيقدر يكرر ده؟ فاعتقد ان لا، صلاح بيثبت ان ده ما كانش موسم استثنائي، وان هو بالفعل جدير ان هو يتحط في المصاف مع رونالدو ومع ميسي. اعتقد ان شاء الله باذن الله ان محمد صلاح هيكون قريب ان هو يفوز بجائزه الافضل في افريقيا، ويكرر ده ان شاء الله باذن الله يوم 9 يناير، وان شاء الله نبارك له ونبارك لمصر في نفس اليوم لاستضافه كاس الامم الافريقي. يا رب يا رب ان شاء الله. كلها امور هامه جدا سواء لمصر او لمحمد صلاح او كمان للنادي الاهلي. استاذ حسام زايد الناقد الرياضي بالشروق نورتني وشرفتني. شكرا يا امير، سعدت بوجودك. شكرا. طبعا ده كان لقائنا من خلال حلقه كلام في
ميديا النهارده مع الناقد الرياضي الكبير استاذ حسام زايد. اتكلمنا في العديد من الامور ملفات وعلى مدار الحلقه بشكل عام كان في اخبار عديده ومهمه جدا بالتحديد للنادي الاهلي. اتكلمنا كمان على اهم الملفات المحليه والعالميه. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده من خلال برنامج كلام في الميديا. استنونا حلقه جديده. الى اللقاء.